بهذا الوقت صار كان بيكون هون وعم نتعشى كلنا مع بعض. قديش البيت فاضي بغيابه يا أمي. عمتو؟ حياتي شوفي هاد تارتشين جبتلك يا إليك. تارتشين؟ ليش جبتي لي اياه؟ مشان ما تخافي من الناس الشريرين، أنا دائما بلعب معه، هو بيحميني وهلأ رح يحميكي إليك، لهيك ما عاد تخافي أبدا. اتفقنا؟ وانتي شو رح تعملي بعد ما تعطيني رفيقك تارتشين؟ مين رح يحميكي؟ ما رح تخافي؟ أبداً، لأنه بابا موجود. عارفي إنه بابا بيقتل الشريرين كلهم؟ عن جد أنا مبسوطة كتير لأنه تعرفت على تارتشين. دقيقة، اليوم رح كون انتي مشان اعرف كل شي هاندا، واليوم اللي رح التقي بصديقك كمان اللي عشتيه واللي بيعرفه، رح اعرفه كله. رح تعيشي بالغصب. معقول كنتي عايشة بالغصب هاندا؟ وين انتي؟ شو عم تعملي؟ انتي عايشة؟ هاد كمان ما بعرفه. رح أعرف شو اللي صار معك، أنا بوعدك رح أدفع ثمن حياتي، لا تقلقي رح أعرف كل شي. هاندا؟ بنتي قديش طالعة حلوة اليوم. شكراً كتير. إلك عندي مفاجأة، أنا اشتريت لك موبايل جديد وخط جديد كمان. ما في داعي، أنا أصلاً عندي موبايل أمي. بنتي هاد كله من شان مصلحتك حبيبتي. وين موبايلك؟ تمام، ما عدتي بحاجة لهاد بعد هلأ. رح تحملي هذا الموبايل الجديد. وأخيراً هي رقم جينجو والكل صاروا عندك بالموبايل. تفضلي. هاندا بنتي، انت بتعرفي اني عملت كل شي ممكن وما رح أقصر أبداً، وإذا في حدا بيرمي ولادي بوردة وقتها هو رح يدفع الثمن غالي. أنا ما رح أهتم لحدا، ما تقلقي. تفضل يا مراد أفندي، صحنك جاهز. بعد ما تخلص صحنك فوراً على التخت، تمام؟ خالتي آيتن ما اجت لسه؟ خالتك آيتن ما رح تجي اليوم، أنا رح نيمك حبيبي. أنتِ مالك رايحة على الشغل اليوم؟ ماني رايحة. عن جد؟ يعني رح تضلي معي كل الليل؟ طبعاً. حلو كتير. أخ كول يلا. مساء الخير خيال. شوفي خير، ليش جايين لعندي؟ شو أخذي من حالك إجازة؟ أخي حكمة قال حاجة، قالنا جيبوها لحتى نحكي. منيح، معناتها قول لأخوك حكمة إني تركت هالشغل. أنتِ مفكرة حالك موظفة دولة مشان تتركي الشغل وتستقيلي؟ قلت لك أنا تركت الشغل، شو الشغلة بالغصب؟ روحي بالحسنى أحسن ما نغصبك. أمي؟ لا تخاف حبيبي. إيه؟ يلا أنت فوت لجوا، يلا. أمي شفتي إنك عم تخوفي الولد على الفاضي؟ بعد إيدك. طلعي فيني وليه؟ إذا ما بدك تفكري بحالك فكري بابنك، وإلا بخليكي تبكي عليه. أمي حبيبي مراد، أنا هلأ رح أتصل مع خالته آيتين ورح تجي، تمام؟ يلا يلا حاجتك، امشي بقى. إيه اتركوا البنت، شرطة. نقلعوا من هون لشوف. أخي حكمة ما رح يمرق لك إياها على خيرها ليكون بعلمك. أنت منيحة؟ أنت شو عملت؟ ولك أنت خربت الدنيا على راسي هلا. لا تخافي، ما رح يقدروا يعملوا لك شيء. لا تلمسني، أنا ما قلت لك تركني بحالي؟ ليش إجيت لهون؟ كيف عرفت عنوان بيتي؟ انقلع، روح من وشي. انقلع وأوعك تتدخل بشغلي مرة تانية، فهمت؟ حبيبي يا روحي. جدي؟ مراد حبيبي ابني، تعال عندي. يا روحي أنت، أنا اشتقت لك كتير جدي. وأنا اشتقت لك كتير يا جدو، اشتقت لك كتير. ليش ما عم تجي لكان؟ كان عندي شغل كتير حبيبي. يلا مراد خلص تعال، هو أصلاً رايح هلا. جدي؟ خيال أنت شو عم تعملي؟ أنت شو عم تشتغلي بهداك المحل مع هدوك الرجال؟ بكفي هيك سخافة، خلينا نروح من هون. تعبني. هي لوين؟ لوين اخذه للصبي؟ لوين؟ على بيتي، انتوا رح تعيشوا معي. يلا مراد يلا. بعد ايدك مراد حبيبي، روح على غرفتك. امي مراد اسمع الكلمة بس يا امي. مراد قلت لك امشي، يلا. خيال حاجتك عناد، هي مو حياتي اللي عايشتيها، تعي معي. ولك أنا ما فيني أتحمل شوف وشك قدامي، كيف بتقدر تفكر إني رح أقبل أعيش معك؟ ولك أنت قتلت لي زوجي. إذا كان هو زوج هيك فبيكون ابني كمان. هو ابنك مات بسببك أنت، أنا ما إلي أي ذنب. لا تحاول تقنعني بهالشي هلأ، طارق مات بسببك واثنيناتنا بنعرف هالشي. روح من هون هلا، اوعك تقرب على ابني مرة ثانية. خيال نقلع من هون، يلا نقلع. ايه بيرام؟ ايه بنجتمع؟ وين؟ مثل ما بدك. ايه بيرام؟ ليش كان بدك تشوفني؟ انت بتعرفي كتير منيح ليش بدي شوفك. انا جاهز. ايه الانسان وقت يفكر بهدوء زيادة اكيد رح يختار القرار الصح. ما وأنا مبسوطة لأنك عرفتش القرار الصح. بيقول المثل صديق وقت الضيق دائما، وهيك رح نضل رفقات طول العمر يا بايرام. أنا ما بدي هالصداقة، وهي آخر مرة راح ساعدك فيها يا جوليا، وما بقى بدي أتورط بأفعالك الوسخة هي اللي عم تعمليها، وهي آخر مرة بسمح لك تضغطي علي. بصير مين حبيبتي؟ لا أنا رح شوف شبا. مينة؟ شبك ليش عم تبكي؟ قوليلي ليش عم تبكي؟ هيك. كيف هيك؟ رح قلك ماما بس ما تعصبي. بابا ما رح يرجع لعنا على البيت. من وين جبتي هالحكي؟ هيك قالوا لي بالمدرسة. أوكتاي رفيقي أبوه هيك قال له. يا ربي دخلك. لا غلط، لأن هن عم يكذبوا عليكي وأنتِ دغري بتصدقيهم. رفقاتك عم يحكوا غلط لأن بابا رح يرجع لعنا على البيت. عن جد ماما؟ طبعاً بابا رح يرجع، لا تخافي. مينة؟ جيرين؟ لوين رايحة وترك البنت بهيك حالة؟ رايحة على غرفتي يا أمي. شو صار؟ عم أعمل واجبي على أكمل وجه. جيرين، جيرين حياتي، ليش عم تبكي؟ احكي لستك اللي بتحبك. تيتا روحي. ليش أمي ما بتحبني؟ معقول ما بتحبك؟ طبعاً هي بتحبك. هيك بتعمل الأم يلي بتحب أولادها؟ أمهات رفقاتي يلي بالمدرسة كتير بيحبوا أولادهم، ما بيتعاملوا مع أولادهم هيك أبداً، بيضلوا بيضموا أولادهم وبيبوسوهم. بابا كمان ما بيحبني. لا يا قلبي، شو هالحكي؟ هن ما كانوا بدهم ياني. ليش أهلي بيعملوا هيك؟ حبيبتي لا طبعاً هن بدهم إياكي. شوفي أنا رح ضل بوسك وضل ضمك، إيه؟ لا تخافي ولا تفكري هيك يا قلبي، ماشي؟ شوفي هلأ اطلعي على غرفتك وأنا لحقتك بعد شوي، إيه يا حلوة؟ تمام يلا. جيرين شو مفكرة حالك عملتي هلا؟ شو عملت يا أمي؟ أنت واجبك إنه بعرف شو هو كتير منيح، واجبي هو إني دير بالي عمينة بنت ساركان، هذا هو واجبي، الله يسلمه ساركان كل يوم بذكرني فيه أساساً. أمي أنا بني آدم، بني آدم، ماني موظفة لربي مينة وبس. ما في حدا بهالبيت بيسألني شو بحس وشو بفكر أبداً، بكفيها، أنا كمان بدي أعيش حياتي. بعدين أنا اهتميت بمينة بما يكفي، ربيت البنت يلي ما بعرف من وين جابها ساركان ولا مين أمها أساساً. التزمي حدودك. شو يا خانم؟ اجتك ضيفة. مرحبا جوليا حبيبتي. بلول أهلا وسهلا. سمعت شو صار مع ساركان وهاندا، لهيك اجيت. ايه شكرا لذوقك، هاد واجبي. كمان في موضوع تاني حابة احكي فيه معك. ايه ساركان كتير منيح ورح يطلع عن قريب ان شاء الله. ومع هيك صعب الواحد يقدر يستوعب الشيء اللي صار، وخاصة إنه ساركان مو هيك أبداً. مثل ما قلت لك ما في داعي تهكي لي هم أبداً، ساركان رح يطلع من السجن قريباً. بتوقع أنت ما أجيتي بس لأنك هكلاني هم ابني، ما هيك؟ قلتي في موضوع تاني بدك تحكي فيه، شو هو؟ مزبوط، ما اجيت لهون من شان ابنك، اجيت لهون من شانك. حاجة تضايقي حبيبي نادر يا ست جوليا. شو؟ شو عم بتقولي؟ جوليا، بلا ما نستخف بذكاء بعض، برأيي حاولي تفهمي منيح شو اللي قلته. ما بعرف شو كانت علاقتكم، بس شو ما كانت هاي العلاقة هلأ خلصت. نادر اللي خبرك بعلاقتنا؟ ما في داعي نادر يخبرني بشي، لأنه في شغلات بفهمها لحالي يا جوليا. لهيك بعدي عنه أحسن لك، لأنه حركاتك هاي ما رح تفيد حدا بشي أبداً، وخاصة أنتي. انبسطت إني شفتك وبشكرك كتير على استقبالك، ضلي بخير. نادر انت شو عم تحاول تعمل وقت اللي بتبعت بيلول؟ انا ما قلت لك لا تلعب معي ابدا؟ ما قلت لك اذا جربت تلعب رح خليك تشوف شي بحياتك؟ مو شايفه؟ بكفي جوليا، اسكتي بقى، شو رح تعملي؟ بدك تحكي كل شي؟ يلا لا تترددي، روحي وخبريهم، يلا اصحى تفكري اني خايف من شي، يلا. جوليا ليش ما عم تفهمي؟ قلت لك كل شي انتهى. انت مو عارفان شو عم بتقول، مو سمعان؟ ما فيك تنهي كل شي هيك، وانا لساتني بحبك وبشتاق لك، انت ما فيك تنهي كل شي. خلص 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 اسكتي بقى، قالت حب وتشتاق، خلصينا بقى، ما عاد بدي اسمع هالحكي. انا بدي احكي هالكلام حتى لو انت ما بدك تسمعه نادر. شو رح يصير بعدين؟ قولي لي شو رح يصير؟ بكفي انه نكون مع بعض، كل احلامنا رح تصير. خلص اسكتي. وساركان، ساركان شو رح يصير فيه؟ شو رح يكون موقف ابنك ساركان وقت يعرف انه امه خانت ابوه؟ انا ما خنت ابوه لساركان ابدا بكل حياتي، صدقني انا ما خنته، لانه انت ابوه لساركان، هاد ابننا نحن الاثنين يا نهدي. هاندا، بنتي هاندا، اتركيني. هاندا وقفي حبيبتي، هاندا استني، مو بعدي عني، سمعتي بترجاكي، وقفي هاندا. حياتي حياتي، بدي اياكي تنسي كل اللي سمعتيه هلا، ماشي؟ اخوكي ما لازم يسمع، ساركان ما لازم يعرف بهذا الشيء، عم تفهمي علي بنتي؟ هاندا، ساركان رح يطلع اليوم، لا تخافوا، كل الامور لصالحه رح تنحل. ان شاء الله. ابني كيفك؟ كيف بدي اكون يا امي، مثل ما انك شايفه. بس تطلع من هون حبيبي رح نروح على بيتنا ورح يخلص كل هالعذاب. انت منيح؟ ابني، ابني اليوم رح تطلع من هون. صدر الحكم. المتهم ساركان كورد أوغلو. بنظري للظروف التي مر بها المتهم، قرر قضائياً إطلاق سراح المتهم ساركان وفق شروط المحكمة. والاستمرار بالتحقيق وإكمال التقارير الخاصة بالجريمة، ومن ثم عقد جلسة بعد شهرين قراراً قابلاً للطعن. أمي قالت إنه رح يخلصوا كل الإجراءات ويجوا فوراً على البيت، معقول صار شي معهم يا ترى؟ لا تأكلي هم، هلأ بعد شوي بتلاقيهم جايين. إن شاء الله إن شاء الله. ماما شوفي رسمت هي لبابا، رح تعجبه مو هيك؟ بتعجبه يا ميني بتعجبه. حبيبتي فيني شوف الرسمة؟ عن جد حلوة كتير، كتير رسمك حلو، برافو عليكي. نورت البيت برجعتك صار كان بيك. يلا ليكن اجوا، الحمد لله على السلامة صار كان بيك. أهلا وسهلا. وأخيرا رجع عمود بيتنا، والله الفترة اللي مرقت راحت من عمري يا ساركان. ألف الحمد لله على سلامتك ابني ساركان. أهلا وسهلا. حياتي أنا شو قلت لك؟ ما قلت لك أبوك راجع على البيت؟ يلا تعي ضمي. زعلت كتير بغيابك حبيبة قلبي. أنا كتير اشتقت لك بابا، أنت قضيت على كل الشريرين مو هيك؟ شوف رسمت هاي الرسمة إلك، أنت سوبرمان بابا، عجبتك مو هيك؟ يلا ما بدنا نتعب ساركان أكتر من هيك، تفضلوا. أنا بدي أطلع بدل ثيابي، بالإذن منكم. طبعاً. تعي. الله وحده بيعلم فترة غيابك عني قديش كانت صعبة. نشكر الله إنك رجعت لنا حبيبي. كل شي كان صعب كتير علي بغيابك يا حبيبي. شو بدي اقول لك، شو رأيك نسافر كم يوم ونغير جو سوا؟ لشوف، لا تتركي الضيوف لحالهم، عيب يطلعي لعندهم. الناس اللي بالسوق سمعت بيلي صار والكل عم يحكي. إن شاء الله الشركة ما تأثرت بهذا الشيء؟ لا بالعكس، الكل مبسوطين لأنهم اعتبروك البطل اللي أنقذ حياة أخته. أنت لا تفكر بالشغل هالفترة، خليك مرتاح ببيتك، كل الأمور ماشية منيح ولا تأكل هم. جينجو شكراً كتير لكل شيء عملته أخي. العفو، وأنا كمان بدي أتشكرك كتير ابني، يعني بكفي ما تركتونا لحالنا. لا يا خالتي، هذا واجبي. بابا شو رأيك نمشي؟ خلي ساركان يرتاح، كان يومه متعب. ماشي، يلا تصبحوا على خير. رح وصلكم على الباب. يلا ابني.